Fossil fuels are things like coal, gas, and oil. يبقى الفوسيل فيولز ده اللي هو الوقود الحفري are things هي اشياء like coal, gas, and oil اللي هو البترول. Oil اللي هو البترول. These are burned in factories. These are burned in factories. ودي بتتحرق في المصانع. السلام عليكم. السلام عليكم. These are burned in factories. يعني ايه factories؟ اللي هي المصانع. Or used تستخدم to make homes. يعني ايه homes؟ المنازل. Homes اللي هي المنازل البيوت. لا البيوت. المواطن دي للحيوانات والكلام ده. انت بالنسبة لنا البيوت. And building warm. يعني ايه warm؟ دافئ. يبقى احنا البيوت تبقى دافئة عن طريق ايه؟ طبعا ينفع نستحمى بمية سخنة في الساعة؟ اه عادي ايه المشكلة يعني؟ اه ينفع نستحمى بمية ساقعة في الشتاء؟ لا. However ومع ذلك الحلو ما بيكملش. They are non-renewable غير متجددة. When they run out when يعني عندما when they run out يعني ينفذ يعني يخلص. We can't find or make more of them لا نقدر نلاقي ولا نقدر نعمل كتير منهم. خلاص يبقى شوية البنزين لو خلصوا عندك في العربية بتعرف تعمل ايه؟ لازم تروح تجيب تاني. طب افرض بقى البنزين في العالم كله خلاص هنعمل ايه؟ هنشتغل عربية بالكهرباء هنزقها احنا. Fossil fuels are made from the remains of the remains. Remains يعني بقايا. طب بيتكون منين ده؟ بقايا الحيوانات. Of very old plants النباتات القديمة. And animals that lived on earth التي عاشت lived past simple اهوت. On earth على كوكب الأرض. A long time ago. When we burn them لما بنحرقهم a lot of carbon dioxide is released يعني بينطلق تمام يبقى بيخرج منها ايه ثاني اكسيد الكربون into the atmosphere اللي هو الغلاف الجوي. موجود عندكم part 2 رقم بارت 2 ديت ان هي بيج 6 وكمل من بعدها بقى. There are other kinds of energy في مصادر اخرى للطاقه. We can use which are renewable يبقى انا خدنا كلمتين النهارده renewable ونون renewable متجدد وغير متجدد. المتجدد renewable يعني بنقدر نجيب منه تاني زي الشمس كده موجوده على طول. النون رينيوبل غير متجدد. They don't run out. نعم؟ واخدينه في الساينس. ماشي. طب نلغي يا جماعه بقى المنهج ده طيب. We can get renewable energy from natural resources. المصادر الطبيعيه. Resources يعني مصادر او موارد. Natural يعني طبيعي. Such as the wind, the sun, comma, بعد the wind في the sun, water and heat. Heat اللي هي الحرارة. Inside the earth. اللي بيسموها geothermal energy. الطاقة اللي في الأرض. الحرارية. These kinds of energy don't make pollution. دي ما بتعملش تلوث. And on the long run, repeat after me, on the long run. يعني على المدى البعيد. ما هو المدى البعيد في الوقت يعني الطويل يعني.
They are better. هم أفضل. They are better بمعنى أفضل. There are many types of environments on Earth. في الكثير من أنواع البيئات on Earth على الأرض. And we can use different natural resources in different places. وممكن نستخدم المصادر المختلفة الطبيعية دي in different places في أماكن كثيرة. For example, a hot desert is a good place to get solar energy. عندنا صحراء كبيرة. تمام؟ طب ما نحط فيها الألواح الشمسية خلاص وناخد منها الطاقة اللي هي solar power. Solar power from the sun. And there are large farms. يعني إيه large farms؟ مزارع. بس هو مش قصده بقى هنا مش قصده مزرعة اللي هي بتاعت الخضار والكلام ده لا بتاعت الطاقة هي اسمها كده برضو فارم زي ما مصنع كلمة مصنع كلمة مصنع ليها كلمتين برضو يا إما factory يا إما plant plant برضو بيتسمى إيه a plant يا إما نبات يا إما مصنع فاحنا برضو عندي كلمة فارم يا إما مزرعة للطاقة اللي هو مكان يعني لإيجاد الطاقة أو المزرعة اللي هي بتاعت الإيه animals وكده. With lots of solar panels اللي هي الألواح الإيه الشمسية. That can make clean electricity يعني electricity كهرباء نظيفة. عاوز فهد؟ That can make clean electricity. Coastal environment can get a lot of wind, so some places have a lot of wind turbines in the sea close to the coast. In some places, a coastal environment, البيئة الساحلية يبقى coastal environment. A lot of wind يعني كثير من الايه من الرياح. Wind turbines اللي هي توربينات الرياح هنا close بمعنى ايه يغلق قريب من close to بمعنى قريب من بتبقى قريبة من الساحل ماشي go on فهد in some places the sea goes up and down throughout the day Thank this you. Is cool. Claro. In some places. مستر احنا الكلمات ديات مش هتتحفظ. ايوه هتتحفظ. ليه مترقمة؟ ايه؟ المترقمة. ايوه المترقمة تتحفظ طبعا. انا هتلاقيها موجودة. فبيقول لك بقى the sea goes up and down. البحر بيطلع وايه؟ وينزل. Throughout the day. Throughout يعني خلال. اليوم through the day طول اليوم بقى ها this is called a tide tide اللي هو المد والايه والجزر كملي يا سجا in places where the tides are very big and strong we can use tide energy from the moving water to make يبقى بيقول لك في الأماكن اللي فيها المد ده عالي big and strong قوي وضخم we can use tidal energy اللي هي طاقة المد والإيه والجزر عارفين كده زي المروحة الموتور ده شفتوه قبل كده طيب أوريكم الإيه tidal energy ديت بس انا خايف الحصه ما تتسجل ما ترضاش تترفع عشان كوبي رايت ماشي مش هينفع اوريها لكم على اليوتيوب in places where the tides are very big and strong we can use tidal energy نستخدم طاقه المد والجزر انت افتح اليوتيوب عندك وانت اكتب tidal energy هتلاقي بقى الأشكال بتاعتها والدنيا التالية. From the moving water to make electricity.
لصناعة الإيه؟ الكهرباء أو لعمل الكهرباء. قول يا ياسين. يا ابني اقف عند كل، اعمل بوز كده عند كل جملة. Wind and wave، ما اقولش winds بقى. تمام؟ Wind. Wind and wave turbines، عشان هنا دولت صفات لكلمة إيه؟ turbines، اللي هي توربينات الرياح والأمواج والهواء، سوري. توربينات الأمواج والرياح، توربينات الأمواج والرياح. مالهم؟ Work by movement. Movement يعني حركة، عن طريق الحركة. Yeah. Generates electrical. يعني بيقول لي بقى الهواء والميه دول make يعني ايه؟ بيجعل make التوربينز ديت، التوربينات دي، طب بيجعلها ايه؟ make them move، تتحرك، بتحرك التوربينات. And this moving energy، الطاقة المتحركة، يبقى دي الطاقة متحركة. بتعمل ايه؟ generates، تولد. يبقى انا عندي verb اللي هو يولد الطاقه، generate. generate. فريده انت رافعه ايدك ليه؟ كنت عايزه اقول يعني كنت عايزه اقرا. ماشي. You can، تفضلي. مستر ممكن اقرا بعديها؟ حاضر. You can this energy. So if the sun isn't حاجة انت نبي حاجة من اول هنا حاجة. انا قلت يا مستر من اول هنا. هي قالت من اول هنا؟ امال ايه isn't دي؟ قولي يا بنت من الاول. قولي يا بنت من الاول. You can store this energy so if the sun isn't shining. شين معاش منديل يعني ولا ايه؟ شاينينج. 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 مالها؟ The wind يا بنتي. ايوه. Or the wind isn't blowing we will still have electricity in all. يبقى بيقول لي كده you can store، انت ممكن تخزن store this energy. So لذلك if the sun isn't shining، يبقى في بطاريات. So if the sun isn't shining or the wind isn't blowing، او الرياح لا تهب، هنعمل ايه؟ we still have electricity، لا زال لدينا ايه؟ كهرباء. يبقى كلمة still يعني ايه؟ لا يزال، لسه يعني. In other places it's very hot under the ground، في بعض الأماكن الجو. كملي يا فريدة. بعد الجراوند يا مستر ولا أبدأ من اللي بعديها؟ ايه؟ اشطب يا جماعه اللي هي نمبر 20 ديت مكتوبه متجر. تمام؟ اكتبها يخزن. هي كان ينفع يجي بعدها اسم؟ يعني كان مخزن ولا يخزن بقى؟ لا ما ينفعش يجي بعدها. ماشي. These are good places for geothermal. Geothermal. جي سيرما. جي يا بنت. ما مش عارفه انطقها. جي سيرما. جي سيرما. عارفه جي جي؟ خدي جي منها بس. جي. جي سيرما. جي سيرما. ايوه كده. Energy is the ground can heat water. يبقى قولي يا بنت. These are good places. دي أماكن جيدة for geothermal energy،
للطاقة اللي هي جاية من إيه؟ بطن الأرض. الهيت الحرارة. Heat the ground can heat a water. ممكن نسخن منها الماء. Thank you. Thank you. جودي. نعم. تفضلي. إذا if the future we need to get مستر بعد get دي مستر get more get الله يرحم more اي بعد of مستر متقودي of energy from renewable sources and less more non-renewable sources. Renewable. يبقى in the future we need to get more of our energy. في المستقبل احنا محتاجين نجيب الطاقة بتاعتنا من renewable sources. احنا خدنا sources و resources. فاهمها لكم ازاي دي؟ كنا بنشرحها لتالتة ثانوي والله. بص يا حبيبي، سورس هو المكان اللي بناخد منه الطاقة، تمام؟ بس لو في عندك مكان شايل فيه حاجة وبتجيب منه الحاجة، ده السورس يا ابني، ده السورس، تمام؟ زي مثلا عارفة المحل؟ المحل ده بس هو اللي بيبيع الشيبسي ده، يبقى ده السورس، ده المصدر، ده المصدر اللي انت بتجيبي منه الحاجه. الحاجه بقى اللي انت بتستخدميها وبتجيبيها دي اسمها ريسورس، مورد. الشيبسي بقى اسمه ايه؟ ريسورس، مورد. مورد يعني حاجه بتجيبيها، الحاجه نفسها. انما المكان اللي بيبقى موجود فيه اصله ده سورس، الريسورس حاجه نفسها اللي بتجيبيها، المورد. المكان لا ده يعني نموذج، يعني مثلا احنا عارفين اسمه محل. يعني لو انت عندك مثلا ايه، عندك حفره كده والحفره دي مليانه مثلا اكياس عصير، ايه يا بنتي جايبه الحاجات دي؟ ايه السورس اللي انت بتشيله فيه الحاجه دي؟ اهو الحفره دي. طب العصير ده ريسورس، حاجه بتشيليها وتجيبيها، ريسورس. المكان نفسه سورس، بس بالنسبة للطاقة بقى، الشيء اللي هتجيب منه الطاقة ده سورس، مصدر للطاقة. زي الشمس، الشمس هل هي سورس ولا ريسورس؟ سورس، مصدر، تمام؟ إنما احنا بنجيب منها السولر ايه؟ ريسورس، مورد. هنا ده مورد، حاجة بنجيبها منها، ناخدها منها. جيب السولر انرجي. السولار انرجي. بعد كده قول يا احمد، بيقول لك بعد كده تقرير بقى، ريبورت جي ثيرمال انرجي، الطاقه الحراريه في ايسلند. كمل يا نجم. ها سبرينجز، مش سبرينجز، سبرينجز. ها 200 فولكانوز. ها يبقى ايسلاند ديت بلد. المشكله ايسلاند ديت هي بلد مش ثلج ولا حاجه، هي بس هي منطقه بلد كبيره، جزيره كبيره، بس لما نزلوا فيها اول مره نزلوا على الجزء اللي فيه ايه؟ ثلج، فسموها ايس ايه؟ ايسلاند. بس انما في الباقي لا، ده الباقي فيه ارض حر وزراعه وليله ثانيه. ها حصل underground and this is used to heat homes and to make electricity. يبقى سبرينجز طبعا اللي هي ينابيع and volcanoes طبعا البراكين. There is a lot of water underground، تحت الارض مكتوب، مش تحت الارض. And this is used to heat يعني يسخن، homes and to make electricity. ماشي، تشتغل ازاي بقى ديت؟ How does it work؟
محمد. يا ستيفن ركز. ستيم اللي هو البخار، يبقى المية لما بتسخن بيحصل بخار. يبقى في بخار. المهندسين بقى في أيسلندا can make holes، بيعملوا حفر down to the hot water underground لغاية ما يوصلوا المية السخنة. Then steam comes up and it moves turbines to make electricity. وبرضو بيتحرك توربينات اللي هو البخار المتصاعد ده، خلاص لأنه جاي بضغط، تمام؟ فيبدأ يحرك التوربين، التوربين ده يولد كهرباء. Why is it important؟ يا جدعان الكلمات دي، ها يلا قالوا له. هيدرو الكتريك الكهرومائي اللي هي جاية عن طريق ايه؟ سقوط تساقط الماء من اعلى لاسفل. يلا يا قالوا له. في حته فوق يبقى كلها. يلا يا قالوا له. used hydroelectric. ممكن هو hydroelectricity also called hydropower. استخدموها لمده طويله يبقى الطاقه الكهرومائيه. moving water يبقى الكهرباء دي معناها ان انت استخدام الطاقة from moving water من المياه المتحركة machines تحرك بها الالات or generate تولد electricity الطاقة. ancient Egyptians Greeks اليونانيين يبقى القدماء المصريين واليونانيين used the energy in moving water to turn water wheels. water wheels اللي هي الساقية جمعها بقى سواقي. ماشي. thank you. ناخد رماس. Now, the water wheels. Good. Machines. يبقى الwater wheels دي السواقي ديت قدرت تحرك الآلات. And these machines helped both وساعدت في كل. Farming both يعني ايه؟ كلا من الزراعة وصناعة الايه؟ الطعام. كملي. في توليد الكهرباء. هايدرو. بس ماشي. ميكانيكال انرجي يبقى تاني بيقول لك الهايدرو الكتريك دام سد الكهرومائي. ايوه يا حبيبي. هي كود مادي كان يوز ذا انرجي ان فولينج ووتر من المياه المتساقطه تو تيرن ا توربين يعني هو يدير الايه التوربين. شكرا. ذا ميكانيكال انرجي الطاقه الميكانيكيه of the moving turbine is it changed to electric ميكانيكية طاقة ميكانيكية الطاقة الناشئة عن الحركة
ماشي؟ بيسموها كده. ايه الطاقة الميكانيكية دي؟ طاقة ناشئة عن الحركة، نتيجة حركة. Of the moving turbine is changed to electrical energy. تتحول إلى طاقة كهربية by a generator. Generator يعني مولد. مولد. ماشي؟ مستر أنا عايز أقرأ. The high dam. مين اللي عاوز يقرأ ده؟ سوالي. سوالي. يلا يا عمر. The high dam was finished in 1000. الاي دي بتتنطق دي بس. يعني لما تلاقي اي دي عمور ما انطقهاش finished. Finished. طب يبقى دي تتنطق ايه يا عمر؟ Used. بس كده. طب ديت watered. بس كده. مش watered، مش used، مش finished. water يروي يا بابا برضو، ليها معنى تاني بمعنى يروي. ها كمل يا عمور. It uses water from the river Nile to generate electricity. يبقى بيستخدم، يبقى السد العالي بيستخدم المياه من نهر النيل، the river Nile to generate. Excellent. Kinetic energy. Excellent. هي عندكم في الساينس kinetic energy؟ يعني طاقة حرارة. انتوا بقيتوا مثقفين يا اولاد والله. احنا في رابعة يا مستر. انتوا في رابعة علمي علوم. 100 100. The location الموقع of Aswan made this a good place to build the dam. موقع أسوان جعله مكان كويس because it could stop the river Nile from flooding. يعني فيضان. من الفيضان، يقدر ان هو يوقف النهر من الايه؟ الفيضان. هو كان في حد بيقرا؟ عمر أسوان اتفضل. The dam has 12 large turbines inside. It generates more than 10 billion kilowatt hours of electricity a year. تمام. يبقى بيقول لك كده اللوكيشن طبعا موقع، قلنا فلودنج الفيضان. The dam has 12 large turbines. في 12 توربين جواه. It generates more than 10 billion kilowatt. بيولد. Generates يعني يولد. وحدة قياس للكهرباء. ماشي؟ هات لي الحل كده. بيج كام بقى وصلنا؟ بيج 10. بيج 10 احنا حليناها المره اللي فاتت. 11 حليناها. 11 اللي هي دي بدايتها. 12 حليناها. 13 حليناها. 14 هات لي 14 حليناها. 15 16 حليناها كمان. يا مستر الشيت ده مش مترقم على فكره. ما هو انت رقم يا فهد. انا رقمت مره في البيت. ديت. طيب يعني احنا خدنا ده. ماشي. جي ثيرمال انرجي سولار باور. جي ثيرمال انرجي. ايوه. لا 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 ما فيش. دي طبعا جي ثيرمال. دي ايه دي؟ وات از ذس؟
Geothermal energy. دي الينابيع. Geothermal energy. تعالى كده بقى. Tidal energy. دي tidal energy تقريبا اهيت. أول واحدة tidal energy. تمام؟ طب تعالى نكتب sentence. ولا هو عايز كلمة بس؟ طب ما تيجي نعمل جملة؟ لا أسهل. لا لا أسهل. We make بس ولد we make tidal energy. ده أنت طالب علم علوم صحيح. We make tidal energy from أو ممكن we get يا we make يا we get from the wave أو the waves. خد يا حبيبتي. Two. G. What is this? Geothermal energy. Geothermal energy. Get نفس الجملة. We get geothermal. مستر بس أعتقد geothermal دي المفروض تبقى تحت. Geothermal. لا صح. لا احنا كده صح. حر أكتر. أو بص اللي أنا بيع خارج إزاي المية أوعى تطرطش عليك. We get geothermal energy from hot springs. Hot springs اللي هي الينابيع الايه؟ الحارة. بعد كده wind energy. We get wind energy from wind farms. بص يا جماعة الحتة دي كلها كده بيسموها wind farm. ماشي اللي هي بيحط فيها طواحين الهواء دي. مستر مش بتعملوا كهرباء. نعم عشان بتاخد الرياح وبتعملوا كهرباء. بعد كده solar energy is renewable and clean. طاقة نظيفة. طاقة الشمس. أنظف طاقة. بس غالية. في على الزراعي لو مشيت على الزراعي وانت مسافر اسكندرية. بس شوفي ايه اللي فوقيها اللي هي فوق سولر. لا بس ما بتستهلكش يعني. هي بتستخدم بس انت بتشحن البطاريه اللي جوه اللي هي الكالكوليتر دي. انت بتشحن البطاريه اللي جوه فبتقعد معاك ياما. انما مش طول الوقت عماله بتولع الكهرباء. بس انا عندي شاحن بيشتغل بطاقه شمسيه. كل ما تحطه قدام نور مثلا اي حاجه يروح يشتغل. والله النور مثلا ده هو كول جاز منين؟ كول جاز اند اويل. يلا مين ما قالش؟ يلا يا كارم. انا بص برن. لا فصل فيولز وقود حفري. يا عم خلاص يا عم خلاص. ايه هو اساسا نون رينيو نون رينيو
كملي يا كارم. Not energies will run out one day. Run out يعني تخلص. Non-renewable. الطاقات الغير متجددة. لما Yes, Mr. A hot desert is a good place. أنا لو سمعت صوت حد هعضه. A hot desert is a good place to get solar energy. Solar energy. Renewable energies don't make pollution. Pollution. فرح. فرح انا لو التسميه اتاخر ثانيه فرح ما انتش داخله الحس. انا لو ما حفظتيش ثانيه فرح كويس ما انتش داخله الحس. انا ما كنتش متوقع ان انت تزعليني كده يا فرح. السكرتيره اصلا ما كانتش بعتالي التسميه غير لا كانت بعتها غير المره دي مثلا. لا انت التسميه بتاعك مش منتظم. فلو سمحتي حتى لو هي الميس ما بعتتش انت تفكريها. وكل الناس الاونلاين كده احنا ممكن نسهى عنك انما انت عارف ان في تسميع. فتبعت تقول لو سمحت بعتلي التسميع هيتبعت وقتها. انما مش نفضل نايمين وبعدين اصل الميس ما بعتتيش التسميع. طب ما انت عارف ان عليك تسميع. نسينا احنا نبعت. طب احنا نسينا نبعت. يبقى بس انت عارف ان انت ما سمعتش. حاجه اقول لك ما سمعتش ليه؟ لو لقيت الرد بقى اصل الميس نست يبقى دي مشكلتك برضه. ان انت اللي تفكريها. When we burn fossil fuels, a lot of carbon dioxide is a... is released. الغاز released. انما الطاقة تولد. بعد كده we can get A from moving water. دورة. Solar energy. ما انت لو حافظ كنت عرفت ان solar energy هي الطاقة الشمسية. وعارف ان ووتر ميه اللي جاب الشمس للميه. تايدل انرجي طاقه الامواج المد والجزر يعني. The sun, wind and water are natural. Resources موارد. أحمد we get a energy from the heat under the ground. Geothermal. The wind energy is a energy. نعم طاقة الرياح renewable طاقة متجددة. محمد أندي when there is a lot of wind we can get ray wave power. يا راجل بيكون في هواء كتير. لا wave power wind energy. وانت مالك ما تسكت. ماشي 11 كمل يا حمو. ها a turbine is a محمد تعالى الولد حسن كمل يا يوسف. A turbine is a machine. A machine to make energy. صح يا مستر. ايوه يا مستر. ايوه يا مستر. صح.
الولد حسد منكم لله. يا ابني توربين يا ابني، الآلة اللي بتولد الكهرباء. To generate is to a something. Make. In some places, the sea goes up and down. بعد كده محمد وليد. The store is to a something. To store is to keep something. A tide. الجزر is when لا the level of the sea gets higher or lower. يعني مستوى البحر يعلى او يوطى. يعلى اللي هو يجي ناحيتنا، تمام. الجزر ده السحب، يسحب الماء بتاعته. بعد كده يلا علو له رينيوبل. حاضر يا جماعه اللي رفع ايده ده، حاضر. Energies don't جدع يا علول don't make pollution to a coastal. يلا يا ياسين، يلا يا ياسين، هو بسبوسه يا ابني كل واحد حتتين. يلا a coastal a coastal environment. البيئة الساحلية can get a lot of a wind. كارما what كده what are فصل فصل ايه fuels made. ما تعلي صوتك يا ماما، ما انت بتقولي حلو اهو. made from. عارفين مين تاني ممكن اضربه المره الجايه كده؟ هم عارفين نفسهم، هم عارفين نفسهم. انا كلمتك ولا هو اللي على راسه بطحه بيحس عليها؟ على راسك بطحه؟ لا شكرا. انا ما بحبش اضرب، انا ما بحبش اضرب، بس لما بضرب ببقى غبي. تمام. wind لا خلاص يلا يا جوجو. ها wind انا مستر جانا هنا wind ايه لا wind turbines فين الفعل؟ work by تعمل بواسطة work by wave and movement والحركة. فصل سجى فصل fuels are burned in factories. Are burned in factories. أسرع. بعد كده يلا يا رماس. A turbine is a Thank you.
A machine that makes energy. كملي يا رماس. A turbine generates electrical energy by C, using the power of wind or water. التوربين ده بيحتاج طاقة الرياح أو المياه. شاطر. مرنا. If you store a type of energy, you can لا لو انت عاوزة تخزني نوع من الطاقة انت تقدري ايه؟ Keep it for a period of time. لفترة زمنية. الشبه. ايه؟ مش انت اللي رحت تغسل ايدك؟ A tide is when the level of the sea gets sea higher or lower. بعد كده يلا يا جودي. True false. True false. ها اختار ايه؟ Fossil fuel are non-renewable false. True. الوقود الحفري غير متجدد صح؟ Two. Renewable energy comes from coal, gas and oil. لا false. False. باراكوتا. مستر ممكن اقول انا؟ باراكوتا. مستر. Renewable energy doesn't make pollution. يا باراكوتا. Renewable energy. Renewable. EW دول renewable energy. Doesn't make pollution. True. True. Solar, Solar energy comes from the wind falls. Falls. كويسة باراكوت. أنا بقى. بس يا بت انتي. النبي يا مستر. يا مستر. يا مستر هتخنفي لي ليه؟ عمر الأسوالي. Some coastal environments have a lot of wind turbines. False. Tidal energy uses the movement of the sea to make energy. False. True. تستخدم حركة البحر. بعد كده فرح. Can store energy that you make from the sun or the wind. True. فولز. لا نقدر نخزن طاقة الرياح وطاقة ال Iceland is a cold true or false كانت فولز ولا آخر واحدة كانت فولز ماشي we can get a cold أنا country هي country طيب بصوا يا جماعة تحلوا ديت دي بيجي 20 و 21 و 22 المرة الجاية بقى نقفل ايه اليونت دي كده بيجي 20 21 22. الحفظ اللي هو خدناه اللي هو بارت 2 بس
عايز بارت 2 لا شكرا لا بس يا مستر بارت 2 اه السلام عليكم السلام يا فهد هو اللي قفله وانا مش شهاده ايه اللي قفله في الامتحان ما لهمش شهاده ليهم احلى شهاده مين ده لما تجيلي المره الجايه اديك احلى شهاده ما فكرتنيش ليه امبارح ستيفن ماشي جانا عماد